من بعد البلاغ اللي صدرته وزاره الداخليه باغلاق الاماكن العموميه منهم المقاهي الكبرى، تم الابلاغ لنا من طرف السلطات وتم اتخاذ جميع التدابير وتم اغلاق المقهى على الساعه الرابعه. حنا دابا الان الساعه الخامسه راه تم الاغلاق ديالها، وتمشيا مع هذه الاحترازات حنا مع هذه الاستباقيه باش الحمد لله ما نكونوش بحال الدول اللي وقع فيها كارثه بحال اسبانيا وفرنسا وايطاليا. الحمد لله حنا دابا حابسين حتى اشعار من السلطات المحليه ان شاء الله. بالنسبه للاغلاق ديال المقاهي والمطاعم الحمد لله يعني لبينا البيان اللي خرج مع وزارة الداخلية بواحد التفاتة يعني شغنقول لك هنايا، لأن القطاع ديالنا راه تفاجأ، ولكن الحمد لله كنا مستعدين له وعارفين لأن غادي القرار الإغلاق، لأن هذا الفيروس هذا راه انتشر على الصعيد العالمي والخطورة ديالو راه باينة، يعني راه كلشي كيهضر عليه. وزيدون شنو غنقول لك، لأن القطاع ديالنا راه مضرر بزاف، كانت عنده أضرار اقتصادية يعني نظرا للظرفية الاقتصادية اللي كيجوز فيها. اللي بغيت نطرق ليلو هو القطاع ديالنا راه كيخدم واحد ديال العاملة كثيرة، يعني تقريبا 2.5 مليون على الصعيد الوطني، ولهذا اللي كنطلبوا هو واحد التفاتة من عند الوزارة، لأن بس تشوف القضية ديال القضايا ديال المالية يشوفوا إعادة النظر فيها، ولو الفترة اللي غادي نكونوا حنايا فيها مغلوقين المحلات ديالنا. اللي كنطلبوا هو المهنيين يلتزموا شوية، وإن شاء الله كل واحد يعمل المبادرة ديالو من عنده ويزيد في هذا الشيء هذا اللي كنطرقوا له. واللي بغيت نزيد ناكد عليه هو العمال اللي عندنا راه تابعين فيهم لا سينيسيس، تابعين فيهم الشهريه ديالهم، عندنا مصاريف، عندنا بزاف الحاجات، ولهذا اللي كنطلب هما من السلطات المحليه تلتفت لهذه القضيه هذه. واللي بغيت نختم به هو نطلب الله السلامه والعافيه للجميع. هذا كانت واحد الحاجه اللي كنا كننتظروها، فهمتيني، حتى حنا خدينا التدابير اللازمه باش نقيو لا الكليان ديالنا لا العمال ديالنا من قبل. بالحق القرار الاغلاق حنا كنا منتظرينه وتقبلناه بصدر رحب، فهمتي، حتى فحال اللي كنقولوا هذه وسيله باش نقدروا نحدوا من المرض، وفي نفس الوقت تكون وسائل استباقيه باش ما تفشي المرض ما يزيدش يكثر في المدينه ديالنا. حنا فاش لقينا الخبر في الصباح البلاغ اللي صدر عند وزارة الداخلية بشرنا كل الإغلاق مع العمال ديالنا باش في الساعة نكونوا التزمنا بالموعد.